وانا عندهم دبابات واحنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالاطفال يا فلسطين الاحرار يا غزة الابطال الصهيوني جاي لنهار ترا 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 بلدك كان كأنك سكي بقى سلك دنبك مش حيالله حكي ايوة انت مفكر انه سلاح بتخوفني عالقليلة اعمل شي قبل ما تصير تحكي عامل حالك قبضاي وانت واقف وراي بقى خلص منك مثل شربة المي بفضيلك عقلاتك وبدير انه مصفاي بقى خلطني بقاعد وبشربن مثل شاي صدقني مثل ما كنا نرمي حجارة برمي كلامي وكلامي سكارة انا جبارة ما بخافش من اطلاق النار ذاكرة وصيد التجن كفارة ولكن اجمالا محبوبي ونغشي بس اذا بتجوعني بصير وحشي 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 ولك مين انت بلا قافي انت اللي بتهرب مثل الديك ورا دبابي كلنا من دبابة احنا عنا حجارة كوكي احسانك سنكمل كفاحك فلسطين يا مربى الاسود ارضك لن بد ان تعود يا ابطال المقاومه الفلسطينيه بايمانكم ستفشلون عداء الصهيونيه الارهابيه العنصريه الفاشله يا شهداء غزه الابرار يا من تحديت العدو على خط النار روحكم سوف تكون رمز المنار انتصاركم مكتوبه على كل جدار عاشت عاش عاشت فلسطين يا رؤساء والزعمات العرب بعدكم نايمين اين انتم اين صوتكم يدوي غضبا على هذه الحال كلنا of territory, the transportation of civilians from one place to another for the purpose of imprisonment, mass killing as in Khana, Jenin, Sabra and Fethiye to mention only the most obvious, the use of civilians for human shields, humiliation, punishment of families, house demolitions on a mass scale, destruction of agricultural land, expropriation of water, illegal settlement, attacks on hospitals, medical workers and ambulances, to name only the most outrageous abuses. دبابات احنا عنا حجار